كل سنة وانتم طيبين. ميري كريسمس، عيد ميلاد مجيد، سنة جديدة، وأول حلقة في السيزون الثاني من برنامج أحلى كلام مع منى العمدة. السيزون الأول قدمنا لكم حاجات كتير منكم وليكم. قدمنا لكم توعية أسرية، ثقافية، قانونية. قعدنا نفكر كتير احنا هنجيلكم بإيه. قلنا احنا كنا بنجيب المشكلة ونقترح حل. قلنا السيزون ده هنخلي ما يبقاش فيه مشاكل أصلا، هنقدم حلول وتوعية عشان ما يحصلش أصلا المشكلة.